بطبيعة الحال ماشي مخيب الامل بحكم اننا كنا لاعبين من الدقيقه 32 ب 10 اللاعبين، تنعتبر النتيجه ايجابيه. الحمد لله الدراري داروا اللي عليهم، تيضحيوا وعارفين الوضعيه حنا ديال الفرق كيفاش دايره، والحمد لله الدراري ترجلوا كانوا داروا اللي عليهم، وهذه هي الكره الحمد لله. على كل حال ما تنظنش، لان حنا لعبنا ب 10 ديال اللاعبين وجوج ديال اللاعبين صابوا لنا اصابات ما قدروش يكملوا المباراه، هما اللي اضطرينا اننا نديروا لي شونجمون. اما كانش اللعابه انهم خرجوا ولا ما انهم يعني ما تبليساوش، كنا بطبيعه الحال غنكملوا ب ولكن التغييرات الحمد لله كانوا في محلها، واللعابه اللي دخلوا داروا اللي عليهم. بون غادي نقول لك بصراحه انا قطه جيت هزيتها بصعوبه، لان ماشي ساهل. انا عندي نقائص كثيره في الفريق ديالي لحقاش الى حد، انا جو سوي با انا ما مقتنعش بزاف ديال هوروزمون كو نو زافون. احنا قرب من انتقالات الشتويه وجميع الخطوط خصهم بعد 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 اللعابه ندعموهم، ولا بدا بعد اللعابه سواء في الدفاع سواء في وسط الميدان سواء في الهجوم. ولكن كيف ما كان الحال هذه مباراه كان يحدث فيها كل شيء، لان كون غامرت بزاف ومشيت نقدر نتصيد ونتمرك عليا بتجاوج، كون غامرت كون ما غامرتش عاوتاني في الدوبي ديال البريمير ميتون ما غنتعادلش. سي فري سي اون ايكيب كاين با اغاني فاسيلمون هنا في التماره، سي اون ايكيب بيان اورغانيزي كتلعب كره زوينه، بلوكيناهم واحد الساعه في الدوزيام ميتون باش حنا نمشيو نماركيو. فاش ماركينا ولا التخوف عندي، لان ما عنديش لعبة بيان اكسبيريمونتي، خاص تجربه الا بغيت تقارع فريق بحال هذا الشكل ديال الوداد ديال اتحاد التمام. الحمد لله احنا كنا منهزمين في الشوط الاول بواحد صفر، كما كتعرفوا لعبنا اليوم مع واحد الفريق اللي كيلعب ديما كيلعب واحد الكره اللي كره حديثه. الحمد لله احنا المكتب المسير غير المدرب الحمد لله السي بناني جاء عطى واحد الاضافه كبيره للفريق. كما قلت لك على المقابله كنا منهزمين بواحد صفر في الشوط الاول، الشوط الثاني الحمد لله دار تغييرات، الدراري كانوا عازمين باش انهم يخرجوا ولو بنقطة واحدة من 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 كونتر اتحاد التمارة. الحمد لله هذا الشيء اللي تأتى، كنا قاب قوسين أو تسمى نربحوا الماتش، ولكن الحمد لله نتيجة التعادل اللي إن شاء الله هي التي تلقى لي فريق فتح رياضي الناظور إن شاء الله. التعادل كان كيف كنقولوا التعادل كان مزيان، تشطرت لنا لاعب في المباراة كيف ما شفتوا، الدراري داروا اللي عليهم. هذه هي كرة القدم، فيها تعادل فيها هزيمة فيها رباح، خصنا نقتنعوا باي حاجه جاتنا
وهذه هي كرة القدم. وكنتمناو ان شاء الله كنتمناو الدراري غيقولوا كلمة ديالهم. عندنا فريق في المستوى صراحه لاعبين اللي كبار، كنتمنى ان شاء الله غنقولوا كلمة ديالنا، غير شويه الصبر وغيكون الخير ان شاء الله. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناه الصحيفه 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.